من بين أنقاض خلفتها آلة التدمير العسكرية الحكومية والميليشيات، المواطن محمد سعيد مصطفى أحد سكان منطقة الميدان بالموصل القديمة يحول منزله لصناعة التراثيات بسبب رغبته الفنية وحبه لتراث مدينة الموصل القديمة. ولدت في منطقة قديمة من الموصل ونشأت فيها وتربيت فيها في منطقة الميدان، وكان بها البيوت القديمة والعوجات القديمة وسقانا نهر الججلة، فنشأت على ما بين تلك البيوت وتأثرت بها ونشأت عليها وحبت حبيت حبا كبيرا، فكنت أعبر عن هذا الشيء وهذه المحبة بطريقة عملية، عندي الواهس، عندي الرغبة، عندي الاندفاع، فأخذت وبدأت أشتغل بالقضايا الخشبية أشياء بسيطة في البداية، واقتنعت بها أنها جميلة وتعبر عما أحمله من محبة. ولم يتوقف الحاج محمد عند صناعة التراثيات الموصلية فحسب، بل تعدى حبه للتراثيات ليشمل أشكالا مختلفة من التراث العراقي الذي يعبر عن مناطق عراقية كثيرة، فضلا عن تجسيده العديد من الحضارات العربية والعالمية. تغل الشناشيل البصراوية الجميلة، شناشيل البغدادية. الرغبة عندي مو فقط أنه كأثار مصطفية، وإنما رغبة بكل التراث العالمي، بكل الموروث العالمي، بكل آثار تركها الآباء والأجداد في حقم من الزمان. الحاج محمد قال إن مدينة الموصل تحتوي على العديد من التراثيات التي تعبر عن ماضي المدينة وآثار أجدادها، ويجب أن لا تندثر تلك الآثار بمرور الزمن. التراث المصاوي ثمين وغالي، ترك آثار وهوية للمواصلة يجب أن لا تمحى ولا تنسى. أكو بعض القضايا في الموصل عشت منها قسم، أنا في الأربعينات والخمسينات كان لا تغيب عن كل بيت. وعلى الرغم من المجهود الكبير والتركيز الذي تحتاجه صناعة تلك التراثيات، إلا أن أحفاد الحاج محمد أكدوا أن جدهم يصنع تلك المجسمات التراثية بشكل دقيق بسبب حبه للتراث الموصلي القديم ولهذه الحرفة الفنية. طبعا هاي الشغلات اللي يشتغلها جدي لأنه يحب التراث القديم المصلاوي القديم، يحب المناطق القديمة ومتأثر بيها، وهي صراحة يعني متعبة، حيل متعبة، وتجي من صبر، يعني يحتاج لحيل صبر ويحتاج لوقت طويل. يعني عندك هذا الجامع بناب تقريبا سواب أربع سنين طول بيه، وكل البيوت شهرين ثلاثة أربعة وتطلع ما شاء الله يعني تفاصيل دقيقة حيل. وبينما يعمل أبناء الموصل من أجل إحياء ماضي المدينة وتراثها، تتعمد الحكومة إهمال أبسط ما يحتاجه المواطنون لعيش حياة كريمة وبسيطة.